السنة دي اختلف شوية عن السنتين اللي فاتوا. احنا حاولنا ان ننوع فيه، ما يبقاش سياسة صرف، ما يبقاش تقيل قوي على المستمعين. دخلنا فيه ثقافة ودخلنا فيه فن. اهم اللقاءات اللي عملناها السنة دي كان مع الاعلامي أسامة كمال، كان مع الاعلامية الكبيرة سلمى الشماع، كان مع استاذة الاذاعة والمدرسة ايناس جوهر، كان مع استاذ الحوارات استاذ مفيد فوزي، عملنا مع الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيسة الاوبرا. يعني الحقيقة دي كانت لقاءات عملناها، طبعا في لقاءات كتيرة بس هما دول اللي جيلهم على بالي دلوقتي. وأعتقد ان التفاعل السنة دي مع البرنامج وتنوع الموضوعات بقى أفضل من السنوات اللي فاتت. في حاجة حضرتك بتحضر لها مختلفة بعد رمضان في البرنامج أو لا؟ احنا بنحضر بعد السنة اللي جاية، يعني طبيعة البرنامج بتفضل السنة كلها، وعلى السنة الجديدة بقى بنحاول نطور ونقدم فكرة مختلفة على كل سنة. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما كده رقم 99 رقم واحد في مصر والشرق الأوسط.